تجربة راجل وست ستات كانت بتمثل لك ايه في حياتك؟ يعني تقريبا ده الحاجة الوحيدة اللي اتعمل لها 10 اجزاء تقريبا. صح؟ في التاريخ بتاع الدراما يعني او السيت كوم والناس كلها بدأت تقلدها. الموضوع ده بدأ بالنسبة لك ازاي؟ هو اللي شجعني ليها انها جديدة برضو هي فكرة البحث عن الجديد. يعني ايه جديد؟ مسلسلات عملت مسلسلات ها ولغاية النهاردة حتى بعد راجل وست ستات عملت مسلسلات كتير. لكن ايه الجديد فيها؟ يعني ايه عيلة وكل يوم في حدوتة والحدوتة دي مدتها ربع ساعة ولا تلت ساعة ويبقى فيها كمان ضحك. حتى حكاية الضحك أول ما بدأنا التجربة كان المخرج اللي هو أسد فلكر قال لك هيبقى فيه جمهور في الاستوديو، فقعدت أقول له مش هينفع يبقى فيه جمهور في الاستوديو لسبب إن احنا بنصور 12 ساعة، تلت ساعة دي بتتصور في 12 ساعة طبعا. مين من الجمهور هيجي يقعد في الاستوديو يتفرج عشان يضحك لمدة 12 ساعة؟ ده احنا بنمل، هو اكيد هيمل جدا. ونقعد نعيد ونقل الكاميرات ونقل الاضاءه. انا عشان اعمل معاك الحوار دلوقتي مش قعدنا مثلا بتاع نص ساعه بنجهز الاضاءه. تخيل بقى بننقل من هنا لهنا هناخد نص ساعه كمان طبعا. او هناخد ساعه كمان طبعا. فبالتالي دي بالنسبه للمتفرج ممله جدا طبعا. لكن لما صورنا كان الاقتراح ان احنا نصور وبعد ما نصور ناخد استوديو صوت كبير من اللي فيه اوركسترا. الاوركسترا دي يعني 50 واحد يقعد. فبالفعل جبنا 50 واحد يقعدوا يتفرجوا على شاشة وعندهم مايكات أوكي. ولما حاجة تضحكهم بيضحكوا حاجة بتضحك. عشان كده كان بيتكلم أصوات الضحك حقيقية لجمهور وهو جمهور حقيقي فعلا. يعني 50 نفر دول ما تتخيلش كانوا الناس بيتخانقوا عشان يجوا يحضروا اللي هي المشاهدة الأولى. يعني قبل ما أي حد يتفرج في التلفزيون هيشوفوها في الاستوديو يشوف في اليوم 10 حلقات. فدي كانت لطيفة يعني. طب التردد كان بالنسبة لك في الجزء الكام؟ يعني ترددت تقبل الجزء الكام؟ بدأت تقلق؟ ولا مرة ترددت في العشر؟ الحمد لله الحمد لله. لأن بص في حاجة مهمة يا أحمد أوي إن الواحد ما يفكرش في نفسه بس، بيفكر في تجربة. بما إنها مطلوبة الأجزاء جديدة إذا المحطات عايزاها لأنها ناجحة، فبما إن عمل ناجح ما تسيبوش كمل فيه لغاية لما الناس تكتفي. الناس اكتفوا خلاص مش انا، ما بقاش انا، لكن اجي انا ربنا بعت لي حاجه فيها كام بيت مفتوح، كام واحد بيمثل، كام واحد ورا الكاميرا، كام واحد في الديكور. اجي انا اللي اقول لا مش هعملها عشان انا طموحي ابقى في اعمل حاجه ثانيه. احنا شفنا حاجات من دي كتير والناس اللي كانوا بيقول لك طموحي ايه والبتاع ايه وما بيفكرش غير في نفسه بس قاعدين في البيت. طب في السينما انت اعرف فيلم سينما بالنسبه لك لقلبك كده قريب ليك وما بيجي في التلفزيون بتقعد تتفرج عليه؟ يعني ما تقولش كلهم ولادي والنبره. لا لا خالص عمري ما هقول ده يعني. يعني في مثلا رشه جريئه انا بحبه قوي، فيلم ده من الافلام اللي بحبها. ويمكن رشه جريئه كان انتاجي كمان وكان اول مره اعمل حاجه زي كده واخوض في تجربه الانتاج. نجح جدا الحمد لله يعني، عمل رد فعل لطيف الى الان مستمر عرضه في التلفزيون فده بيثبت نجاحه يعني. فيلم على جنب يا اسطى والفيلمين سعيد حامد. وسعيد حامد هو مخرج التلفزيون لمسرح مصر كمان. وعلاقتي بيه ممتدة طبعاً فترة طويلة جدا طبعاً. شخصية جميلة. لكن كمان هو من النوع اللي يحببك في يوم التصوير. في مخرج يوترك جدا يعني تبقى رايح التصوير وانت مش حابب. هو ده مبتسم كده لا سعيد شخص جميل يعني. الفيلمين دول طبعاً بعتز جدا بفيلم سيدات يعني نساتي لان من اول الافلام اللي انا عملتها مع رأفت المهي الله يرحمه استاذ رأفت المهي. كان اول مره اخد مساحه كبيره في فيلم واتشافت من خلاله واختاروني بعد كده في عده افلام. بعتز بفيلم مش معروف برغم انه فاز ب 13 جايزه اسمه رومانتيكا. اخراج زكي فطين عبد الوهاب. الفيلم ده خدت فيه جائزه احسن ممثل. بحب فيلم حب البنات برضه من الافلام اللي بحبها. الشخصيات كلها مختلفه تماما. في حاجات فيها كوميدي وفي حاجات فيها اسقاط وفي حاجات تراجيدي قوي. انت اني الاقرب لقلبك؟ يعني انت تحب الدور اللي يجي لك دلوقتي؟ يعني لو انا عايز اجيب استاذ اشرف عبد الباقي كده واسيل لعابه كده اجيب له دور ايه؟ ما عملتوش اللي هو انت ما فيش حاجه عملتهاش. لا لا ازاي ايه الحاجه اللي انت والدور اللي ما عملتوش مش بالمهنه يعني مش مثلا دور نجار دور مهندس دور دكتور دور بعد الشخصية. مش بالمهنه لكن الشخصيه نفسها يبقى شخصيه فيها اكتر من بعد. دي تبقى مغريه بالنسبه لي او بالنسبه لاي ممثل ان هو يشتغل فيها. يعني لو هكتب لك سيناريو نفسك تقدم ايه؟ شخصيه مركبه مثلا. شخصيه مركبه ليها اكتر من بعد يعني ممكن تلاقيه طيب جدا وفي الاخر يطلع شرير او العكس
يعني حاجة تعمل مفاجأة للمتفرج يعني. طب هو حضرتك بتعرف تعمل تراجيدي، بتعرف تعمل كوميدي، بتعرف تعمل جد، في البيت انت أنهي بقى بدور؟ التلاتة في البيت على حسب الموقف يعني. يعني مع الأولاد يعني بيشوفوا برضو أشرع عبد الباقي التلات أنواع، يشوفوا شخصية جد جدا لو أنا بلومهم في حاجة، ها بيشوفوا كوميدي لو الحالة تستدعي ونقعد نهزر أنا وهم، بيشوفوا كل الشخصيات يعني. بتعاني من في وقت من الأوقات عانيت من المعجبات أو من الغيرة في البيت في وقت النجاح وفي وقت النجومية في بداية الجواز؟ والله الحمد لله يعني ما دام في تفاهم في الجواز ده بيبقى مهم قوي، وخصوصا لو الواحد بيبقى صريح، لو الواحد صريح وماشي دايركت ما بيقلقش من اي حاجه خالص. يعني مثلا مره قبل الموبايلات، ها تليفون البيت، ها تليفون البيت الارضي، تليفون البيت الارضي، يعني كنت في مسرح وزميله عربيتها باظت فخدتها وصلتها، ما فيش اي حاجه. لما رجعت حكيت لزوجتي ان كانت الزميله دي معايا في المسرح وخدتها ووصلتها عشان عربيتها بايظه وخلاص. بعديها بيوم اللي هم اولاد الحلال، احنا شفنا اشرف مع فؤاد يعني لو انا ما كنتش قايل كنت طبعا زي يعني. بس هي فكره ان ما دام ثقه اتبنت من الاول خلاص الثقه دي بتستمر يعني. انتوا اتجوزتوا ازاي يا استاذ؟ يعني مش عايز اقول الرقم مبدئيا، مش المشكله الرقم ازاي يعني، لا بالعكس يعني الرقم بقاله كتير يعني. يعني ما انا بقول لك مش لازم الرقم عشان كده بقولك. يعني اتقدمت لزوجتي، كان شفتها فين؟ شفتها في المسرح، التقيت بيها عشان كده بقى المسرح هو كل حياتك. انت اول جوزك طول عمري طول عمري مسرح، حتى اولادي وقت ما اتولدوا يعني، دي اتولدت في مسرحيه كذا، ده اتولد في مسرحيه كذا، دي بالمسرحيه بالظبط. طب وبعد شفتها في المسرح يعني حتى كان بنتي الكبيره كنت بعرض مسرحيه اسمها وجع الدماغ في اسكندريه، وزوجتي في القاهره وقت ما ولدت قبل الموبايلات، لقينا مكالمه في التليفون بتاع المسرح انها راحت المستشفى وهتولد. خلصت المسرحيه ووصلت القاهره معرفش ازاي بسرعه جدا وحضرت الولاده تمام. بنتي الثانيه ايام ما كنت بعمل مسرحيه اسمها شبوره، وكنت ساعتها بصور فوازير، فاثناء عرض الفوازير كنت باخد بنتي الاولانيه معايا، فليها صور انا وهي وعلاء ولي الدين الله يرحمه وهنيدي، وعرفت ان زوجتي داخل رايحه. بص انا طول الوقت في الشغل يعني فمرتبطين ببعض. وقت ما تقدمت لزوجتي فكره ان ده ممثل، وممثل ده يعني هو في بعض الافلام القديمه كان مرتبط الممثل بالشرب ومرتبط بحاجات بيصوروا على شخصيه بالظبط، فالناس عندهم انطباع من الافلام مش من الاشخاص اللي بيشوفوهم بحق وحقيقي. لكن لما حصل ان اهل زوجتي سالوا عليا وعرفوا ان الحمد لله ماشي كويس، ما عنديش مشاكل، اسرتي ناس كلهم متعلمين ومراكز كويسه، فما كانش عندي المشكله دي. فالحمد لله يعني على مدى 24 سنه الحمد لله يعني. شله زمان، شله علاء ولي الدين وهنيدي والمجموعه دي، ايه الحاجه اللي كانت بتجمعكم زمان، او ايه الافكار اللي كانت بينكم، وكانت اللي جمعت الشله دي مع بعض اصحابك؟ المسرح هو اللي جمع. طبعا يعني كل حد فيهم عرفته من خلال المسرح. يعني مثلا كنت في النقابه مره رايح اطلع تصريح لاول فيلم اعمله في حياتي، وهو فيلم جحيم تحت الماء، وانا في النقابه قابلت علاء ولي الدين الله يرحمه، كان رايح برضه يطلع تصريح من النقابه. اوكي، كنت انا شفت مسرحيه فيها علاء اسمها مطلوب للتجنيد، كان فيها حسين فهمي وليلى علوي، فقابلته وقلت له انا اتفرجت على المسرحيه وانت عامل دور كويس قوي، انا اسمي اشرف عبد الباقي. قال لي انت اللي عامل دور عسكري في مسرحيه خشب الورد؟ قلت له اه. فنزلنا من النقابه، انا معايا عربيه من شغل المقاولات ده قبل التمثيل، فاخدته ووصلته، فوانا بوصله قال لي ما تيجي ناكل. قلت له تعالى في مصر الجديده، وساكن في مصر الجديده. قلت له في مصر الجديده في واحد بيعمل فروت سلطه كويس قوي. قال لي فاروق صلاح مين؟ ماشي. فخدته ورحنا اكلنا فروت سلطه. من يومها احنا يعني شوف، من اول يوم اتقابلنا، تاني يوم بقى اتقابلنا، تالت يوم اتقابلنا لغايه وفاته يعني. وهنيدي بعد كده بقى، هنيدي كان في مسرحيه هنا هوف وشنا، هنا كان مسرح للاسف ما بقاش مسرح، كانت مسرحيه اسمها الدكتور زعتر، كانت مع هاله فاخر، وده كان مسرح الدوله، ف
فشفته في المسرحية، بعدها شفته في مسرحية تانية اسمها العسكري الأخضر. فلما قابلته قلت له أنا شفتك في مسرحية إيه وإنت عامل دور إيه، فقال لي وإنت عامل دور إيه، اتعرفنا ببعض، اتقابلنا بقى علاء المشترك معانا احنا الاثنين، فبقينا احنا الثلاثة بنلتقي دايما. بعديها أحمد آدم وصلاح عبد الله، وبعدين عملنا فيلم اسمه يام هلبية. فدي كانت زودت معرفتي، كان معايا علاء وصلاح وآدم، فبقينا أصحاب جدا من خلالها. برضو هشام سليم دخل معانا يعني في الفترة دي، لكن الصحوبية استمرت بعد كده بين المجموعة. شلة الكوميديا دي أكيد كان بيحصل بلاوي كل يوم. أكيد طبعا. أحكي لنا حاجة كده مش هتنساها من الموقف كده، أكيد في حاجة حصلت بينكم، مش أصلا مستحيل الأشخاص دي كلها ما بقاش في حاجة. والله أنا كان عندي عربية زاستافا 750 دي قد كده والموتور بتاعها ورا، وكان معايا علاء ولي الدين الله يرحمه. علاء ما كانش عنده مشكلة في إنه يركب العربية، بس عنده مشكلة في الخروج من العربية، لازم ألف من ناحية تانية وأشد إيده عشان يطلع. فالعربية دي كنت بعملها إنها عربية هامر، عربية كبيرة جدا، يعني ما بتعاملش معها إنها صغيرة، لا بتعامل معها إنها عربية كبيرة يعني. وأنا عشان بشتغل بإيدي، أنا أي حاجة بتبص فيها بعملها يعني. الموتور بتاعها ورا على الاكسدام، يعني في قاعدة الموتور بتبقى على الاكسدام. علاء قاعد جنبي وفي ثلاثة قاعدين ورا. ثلاثة فين؟ ما اعرفش والله ما اعرف. اوكي في ثلاثة قاعدين، وانا بقول لك بعملها انها كبيرة مش بعملها انها صغيرة. وماشية وماشية وزي الفل. وبعدين كان فيها مشكلة ان المية بتسخن في الرادياتير بتاعها. ففي شغل المقاولات في مكان معين بتاع تقطيع، المكان ده بيبقى فيه زي حاجة اسمها طنبورة، طنبورة صغيرة وطنبورة كبيرة، لما بتكون دي أصغر بتدي عدد لفات أسرع. فكنت أنا معدل كمان عشان تبرد، عشان ما مشيش بالبتاع مفتوحة عيب طبعا. فالمهم ماشي بالعربية، قدامي عربيات بتعدي بلاعة في وسط الشارع، واخدين البلاعة دي في النص ومعديين، فأنا بتعامل إن العربية كبيرة، فتاخد البلاعة في النص والبلاعة عالية حاجة بسيطة يعني، فبعدي حتة البلاعة دي، خبطت في الاكسدام اللي ورا، الموتور وقع، قاعدين ورا، الموتور وقع، وانا بقوه الاندفاع كملت شويه. وقع الموتور؟ الموتور وقع من مكانه، من العربيه يعني نزل على الارض، احنا بقوه الاندفاع مشيت شويه وقفنا طبعا. نزلت شلت الموتور، نزلت كل اللي فيها، حطيت الموتور جوه، وطلع علاء بقى من العربيه. بس طبعا قعدنا نضحك 15 ساعه مثلا علشان الموتور وقع في الشارع. يعني ايه موتور وقع من العربيه؟ عشان الاوزان اللي موجوده. طيب اخر حاجه عن المسرح والفكره الجديده، العرض ده شغال كل يوم يعني؟ مبدئيا نشتغل خميس جمعه سبت، ربنا يكرم يا رب ما يبقى في اقبال نشتغل حد. طب خش الاثنين ناخد يوم اجازه يعني، احنا زمان كنا كده. اتمنى اننا احنا عايزين نقول مواعيد العرض ونقول المكان ونقول الحاجات علشان الناس تبدا تيجي. مسرح الرحالي في شارع عماد الدين المشهور بالمسارح، اللي للأسف ما فيش فيها دلوقتي غير مسرح الرحاني، لكن ده كان أشهر شارع للمسارح من زمان قوي. ده في شارع عماد الدين، مسرح الرحاني. المسرحية عندك عرضين في اليوم، جريمة في المعادي وجريمة بالألف، وهي طبعا مقصودة غلط يعني، احنا ما كتبنا الاسم على الفيسبوك وليها سلوجن تحت كده، اللي هي مسرحية كلها غلط، كلها غلط، كلها غلط، فهي كلها غلط من أول الاسم. في ناس يقول لك جريمه بالتل مربوطه، ما انا عارف يا جماعه، ما هي عشان مسرحيه غلط فاحنا عاملينها بالالف. وبعدين اللي بيكتب لي ايه يعني، جالي كومنت لطيف جدا، قال لي جريمه بالتل مربوطه، وكاتب لي يعني عيب ان انت تعمل حاجه زي كده والاسم ده ما تعرفش ان دي بالتل مربوطه. الكلام اللي كاتبه كله غلط اصلا، هو يعني هو املى غلط وبينتقدني في الالف يعني. بس هي جريمه، كلها جريمه في المعادي، ومسرحيه كلها غلط، مجموعة من الشباب على إن شاء الله هيبقى عندي عرض ماتيني وسواري. ماتيني الساعة 7، سواري الساعة 10. اللي بيجي يتفرج على الماتيني دي ممثلين مختلفين تماما عن الممثلين بتوع السواري اللي هم بتوع الساعة 10، فرقتين، لكن هي نفس المسرحية بالملي، مفيش كلمة زيادة، مفيش كلمة أقل، مختلفة تماما عن مسرح مصر. مسرح مصر برضو عشان لو ناس بيفتكروا ان احنا ده بديل لمسرح مصر، لا، مسرح مصر مستمر وانا بمثل فيه، انا هنا مجرد الكتابة وتدريب الشباب والاشراف على مسرح مصر. عارفين بنجيب بنوصل للتيكتس منين؟ هنا الاثنين نفس الطريق، نفس مصدر التيكتس اللي هو بتاع تيكتس مارشي. طب اخر حاجه هسالك عليها يا استاذ اشرف، ايه الاشاعه اللي سمعتها وضايقتك؟ لا هي ما ضايقتنيش يعني، انا لقيت مره حد بيقول اشرف اتوفى،
فدخلت على الزيت وقعدت اقول ده كان راجل طيب والله وبتاع وانا اشرف عبد المتين. بس مفيش حد مره كتب حاجه استفزك انك اتعصبت او انك ترد او انك على السوشيال ميديا او في جورنان او في حاجه؟ في خلال مثلا الخمس سنين اللي فاتوا دول كل شويه ده ربيع اتخانق مع اشرف ومشي، ده مش عارف اتجمعوا مع بعض وسابوا اشرف لان اشرف زعق لهم، هو مفيش اي حاجه من احنا. اللطيف ان احنا بالليل بنعرف يعني، حتى ما جيت اعمل المسرحيه دي قريب لقيت ناس، وللاسف يعني منهم ناس صحفيين اصدقائنا يعني، لقيتهم كاتبين عندهم ان المسرح مصر وقف، وان عشان كده جبت شباب جداد وعملت بيهم مسرحيه جديده وبتاع. انا قريت دي وانا في المسرح اصلا وانت معاه وانا في مسرح مصر يعني، وانا شغال بالليل في المسرح ببص حد بيوريني دي يعني، حتى اللي كتب ده ما تأكدش. طب انت مين اكتر واحد بيضحكك في مسرح مصر بره المسرحيه يعني؟ سيبك العروض احنا بنشوفها، بس مين وانت قاعد معاهم كده هو بجد اللي بيضحكك، اللي هو بيعرف يضحك اصلا؟ بص، هو كل واحد عنده حته بتضحك ماشي، لكن انا مش عايز مين اكتر يعني. مثلا يعني حمد المرغني ده فظيع يعني، حمد بيخرجك عن النص كل مره. حمد المرغني ما بيسكتش يعني، هو حتى كان بيقول على نفسه ان هو وعيلته كلهم كده، فاللي يصحى اول واحد هو اللي بياخد اليوم كله كلام. حمدي دايما بيخرجك على النص، دايما بتخصم له على لا طبعا مفيش اي انا فاهم، بس يعني انا فاهم، بس هو دايما بيستفزك انك تعمل كده. لا حمدي مسخره وعنده حضور رهيب، واول موسم حمدي ما كانش بيضحك. قعد يجاهد لغايه ما وصل للحكايه دي يعني. صح. ما شاء الله. ربيع على المسرح وبره المسرح عنده حته كده، عنده حته في ملكوت ربنا دي في حته تانيه خالص. وبعدين ربيع من نوع يعني مثلا اي حد يقول لك ايه ده بيبرشم ولا بيشرب ولا بيعمل، مش ما بيشربش، ده لو ما كان في حد بيدخن ما يقعدش، لو حاجه بتتاكل مش متنظفه ايه ما ياكلهاش، فهو عكس تماما ده. لكن هو عامل الكاركتر اللي بيبان ان هو مش مركز، لكن هو مركز كويس. هو مركز كويس، بس هو في الطبيعي هو في دوله تانية او في عالم تاني اصلا. لما بنقعد نتكلم مثلا ونقعد نقول راينا في نص لسه جاي لنا ولا حاجه، تلاقي ربيع طلع بجمله عكس كل الناس، فكلنا بنموت من الضحك يعني. انور نفس الحكايه، خاطر نفس الحكايه. خاطر بقى من الناس الشطار قوي، اللي هو شبهي في حاجه، اللي هو بتاع شغل يعني، ما عندوش مشكله انه يخلص مسرح يروح يشتغل في برنامج، يخلص البرنامج يروح الصبح. في بعض الممثلين تلاقيهم ايه انا تعبان النهارده، انا يا عم ربنا كرمك بشغل، ده في ناس مش لاقيه شغل، اما يبقى ربنا كرمك ما تكسلش يا ابني يعني. ايه في مره دخل علي ربيع في عرض ما كانش ليه دور وانت قلت له خش اتصرف؟ كده طول الوقت كتير، ده كلنا كده يعني. أنا اخر مسرحيه عملناها انا ماليش، انا نفسي ماليش دور اصلا. بعد اول عرض لقيت حته كده فدخل. ووافقت عليها من الاول؟ لا طبعا مش لاقيها يعني. ما احنا عندنا بنسبه 80% ارتجال يعني، بما فيها انك تعمل دورك. طب وتقديم البرامج يا استاذ اشرف؟ انت عملت برامج كتير قوي واستضفت تقريبا كل نجوم مصر، من الاول الاستاذ عادل امام مرورا بكل الناس. ايه 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 احساسك وانت بتقدم برنامج يعني؟ هل بيختلف عن احساسك في التمثيل؟ انا بالنسبه لي بحب البرامج، هي فيها حاجه، انا بقدم شخصيتي يعني. في الافلام انا بقدم شخصيه مش بتاعتي، لكن في البرامج انا بتكلم زي ما بتكلم معاك كده يعني، فبتبقى الامور اسهل بالنسبه لي يعني. عشان كده حتى بعض البرامج اللي كانت بعملها مسجله بسجل في اليوم ممكن حلقتين، بستمتع بيهم يعني. معايا الضيف، انا دايما عمري ما عملت برنامج بجيب ضيف احرجه، لا بالعكس انا بستقبله برحب بيه، بحاول اقدمه في صوره كويسه يعني. فحتى كل الضيوف اللي جم بيبقوا جايين عارفين ان اشرف اللي بيقدم، فمش هيبقى عندهم مشكله. فاقول له انت جوازتك الاولانيه ولا مش عارف الحاجات دي، لا. طبعا بتضايق يعني. انا مبسوط ان حضرتك كنت معايا النهارده. الله يبارك، ويا رب نكون كنا خفاف على قلبك. مية مية يعني. مبسوط. انا فصلت شويه اهو، هقوم بقى اشتغل تاني.